أسعد الله أوقاتكم. حتى هذه اللحظة ما زال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 على مشرحة النواب في ساحة النجمة، وقد تعرض حتى الآن إلى أشنع الانتقادات حتى من كتل نيابية لها حضورها في الحكومة التي أعدت المشروع، وهو ما يوحي بالكثير من السياسة والقليل من الإصلاح لمجرد القول أنها موازنة كارثية تتحدث عن عجز صفر بعدما تجاهلت ديون الدولة وما عليها من التزامات كبيرة بآلاف مليارات الليرات اللبنانية في أكثر من قطاع ومجال. على كل يأتي البت بالموازنة اليوم في مجلس النيابي عجز منذ أن بدأت الأزمة المالية والنقدية، أي قبل 4 سنوات على الأقل، دون إصدار أي قانون يواجه نتائجها السلبية على مختلف وجوه حياة اللبنانيين والمقيمين على أرض لبنان ومستقبلهم. فرغم اعتراف رئيسه وأعضائه بأن ودائع الناس مقدسة ولا تمس، لم يتناول المجلس بعد قانون الكابيتال كنترول، رغم وجود 4 أو 5 مشاريع أعدت منذ 3 أعوام، ولا اقترب من البت بمشاريع الإصلاح المالي والنقدي ولا بإعادة هيكلة المصارف إلى ما هنالك من قوانين سبق لهم أن أقسموا اليمين على إصدارها. كل ذلك يجري وما زالت ودائع الناس رهن مجموعة من التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان بالإنابة، السلف كما الخلف على حد سواء، ولم يبت أحد بعد بمدى قانونيتها وعما إن كانت دستورية أو قانونية أو أنها تنفذ بقوة الأمر الواقع. حلقتنا الليلة من منشأة المساء خصصت للبحث في هذه القضايا، وسأحاول مع ضيفي في الاستوديو رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد البت بهذه المواضيع، وسيكون معنا بعد قليل رئيس اتحاد المودعين في المصارف اللبنانية المحامي حنا البيطار، لنبحث معا في عيوب الموازنة وما يمكن أن يؤدي إليه إصدارها بالشكل المعدل المقترح في غياب أي مبادرة نيابية أو حكومية للإصلاح المالي والنقدي. ولنسأل، هل صحيح القول أن مصير الودائع بات بيد المودعين، وما هو مصير تعميم مصرف لبنان؟ دكتور راشد أهلا وسهلا فيك. مرحبا، كيفك؟ ضيفا عزيزا على منشأة المساء، بسرني كون معك. أهلا وسهلا فيك دكتور راشد. قبل ما نغوص بالتفاصيل، في مشهد عم نشهده بمجلس النواب من امبارح لليوم، عم نقرأ الموازنة. هلأ في نواب التغييرين لهم رأي، بس في نواب ممثلين بالحكومة مطرح ما أعدت هذه الموازنة. كيف قريت المشهد، وهل يبشر بشيء ما؟ شوف، أول شيء ما بنعرف إنه هيدي الموازنة هل وافق عليها مجلس الوزراء، ما إجينا خبر يعني. مجلس الوزراء أحيلة بس هن كلهم موافقين. أو رئيس أصدق في نص مجلس الوزراء غايب، إنه مش يعني مش جميع الأعضاء الوزراء هن موافقين عليها. بتعرف بمجلس الوزراء لازم تكون الاتفاق بالكامل على أي مشروع قانون بده يتقدم، فما عندنا خبر عنه يعني، ما صار في حكي. شوف الموازنة واجب ان ننبش عليها ما يكون رئيس الحكومة، هل هي شرعية بمجلس الوزراء او غير شرعية؟ هذا سؤال. وهو بتعرف صار في معارض من بعض النواب انه مجلس النواب ما عنده الصلاحية الا البث ب انتخاب رئيس الجمهورية، كمان هيدي ناحية دستورية يعني، شايف كيف؟ بس ما صار في رد عليها يعني، بسبب انه الوضع استثنائي يعني، الاوضاع استثنائية مش بس اليوم، لها فترات طويلة. السنة الماضية ما عملنا موازن، انه الوضع استثنائي. ايه اوكي. طيب، في سؤال يطرح اليوم عم نتباهى انه طرحناها ضمن الوقت الممكن، يعني الى اي مدى بخفف من عيوبها طالما عم تعطيتها الحكومة بالمهل القانوني؟ لأنه بعد آخر كانون تاني هلأ فيها الحكومة تقول تمشي فيها بمرسوم، صح، أو روح على القاعدة الاثني عشرية. إيه، هو عادة بروحوا بالقاعدة الاثني عشرية. أنا ولا مرة صارت موازنة بمرسوم، كله على القاعدة. ليش السنة كان عم بيهددوا فيها؟ بعرف، أول مرة يعني في المجلس النيابي على أخبار إنه من نعملها بمرسوم وإلا بتمشوها. شوف، الموازنة يعني أعدت بوضع صعب، الوضع الاقتصادي
أنا بعتقد يعني وزير المالية عم بيقوم بمجهود، بس بده كمان ياخد هالضغوط اللي متراكمة عليه من جميع الجهات، من المواطن اللي ما بده ضريبة، من الحكومة اللي مش عارفين، أو المجلس النواب مش عارفين بالضبط شو بده هو. نحن بنعرف في خلافات بالرأي عديدة، وشاهدناها بهالتغطية للمناقشات على الموازنة. أول شيء يعني فينا ننتقد الموازنة من جميع الجهات، بس خلينا نحكي بالإيجابيات والسلبيات بالعناوين الأساسية. في البنك بده حلقة، وهن فيها أربع فصول. نعم. كل فصل له جزء، يعني بدك ساعتين ثلاثة لتحكي عن كل فصل. نعم. أول شيء، هذه أول مرة منقدم موازنة متوازنة بدون عجز. يمكن بس عم يتندروا فيها هلا نكتي صار أقول كرائم يعني. نظريا يعني. لا، ما هو هلا ما بنعرف هل يصير في تحقيق لها التوازن. رح تكون الإيرادات بتغطي النفقات أو لا. شوف، بالاقتصاد أنت دايما عندك الدولة عندها دفتر شكات بتصرف حسب الموازنة فيها. إذا إجاها إيرادات، وإذا ما إجاها إيرادات فيها تتدين من مصرف لبنان. هني هون حاطين أنه يعني مثل منع للسلفة للتمويل، ولكن الوزارة، وزارة المالية عندها الحق بإصدار سندات. ففي تناقض بين إذا أنت ما عندك حق بالسلفة، مش لازم يكون لك حق بالسندات. كما هو السند نوع من السلفة. نعم. بس الشيء الإيجابي أنه موازنة متوازنة، يعني ما في ضخ للعملة اللبنانية للتمويل إذا قدروا يحققوا الإيرادات كلها، إذا التزموا بالنفقات كلها. هلأ الموازنة فيها بسبب الوضع الاقتصادي فيها ضعف من الجانبين، ضعف من الإيرادات، ضعف من النفقات. ضعف الإيرادات هو نحن مش أكيدين فينا نحصل كل هالإيرادات الموضوعة. فمثلاً بتعديل الموازنة صار في زيادة للإيرادات تقريبا حسب الموازنة الأولى تقريبا بين 37 و40%، 37 مليار. أوكي. على 2023؟ لا، على 2024. على 2024 الأولى اللي طلعت تعديل المالي. نحن 2023 ما بنعرف عنا شيء، يعني ما عملنا موازنة. لا، بس موازن. شو الأرقام الفعلية يعني، أو الأرقام الأولية؟ طالما عملنا قطع حساب فكرة. لا، حتى لو يعني كتير مرات بننشر الأرقام بدون ما يكون في قطع حساب. أغلب الموازنات بالسنين الماضية كانت تصدر صحيح بدون قبل ما يصير في قطع حساب. كنا نعرف قديش في إيرادات وقديش في نفقات وقديش بدنا نتدين لنغطي العجز. فهالإيرادات كلها يعني صح انه بدنا نعدل الرسوم، بدنا نعدل الضرائب، حتى بالاخص الشرائح صار في زياده بالنسبه الضريبيه. يعني الضريبه على الدخل الاعلى هي 25%. فبس هل تتحقق هي الايرادات؟ هي رقم تقديري. صحيح. النفقات هي الموازنه، انه بدنا نصرف هالقد، عم نعطي اجور هالقد. من ناحيه الايرادات بعدنا ما بنعرف، اذا يعني مش مبين، ما في تحليل او فزلكة الموازنة انه هيدي فينا نحقق هالارقام. هيدا الخطر اللي بنسميه فيسكال ريسك اللي نحكي فيه، وجامعة الاي ام اف بتحكي فيه. ما في تحليل للفيسكال ريسك، يعني الخطر بالقدرة على تحصيل الايرادات كلها، وحتى على صرف المبالغ مثل ما هي محطوطة بالموازنة. راح يكون في ضغوط من موظفين الدولة مثلا، ضغوط من ناحية الأسعار اللي بالسوق. هل الأسعار، نحن بنعرف شو راح تصير الأسعار خلال السنة، نفقات الدولة
في حدا عم بيقول يا ريت بيلزمه ولا ميشيل حايك على سبيل النكتة، عم بيصيب أكثر من توقعات لجنة المال ووزارة المالية. في هناك علامة استفهام كبيرة، أول شيء على الإيرادات، وثاني شيء على النفقات. يعني إذا بتطلع على النفقات بنرجع نحكي فيها، إنه بتلاقي النفقات الاجتماعية التحويلات تقريبا، تحويلات للمساعدات التحويلية يعني شبكة الضمان الاجتماعي وتحويلات أخرى ودعم، تقريبا بتطلع 90% من الأجور والرواتب يعني. والنفقات الاجتماعية اللي هي صحة بعد وتربية وإلى آخره، قد الأجور والرواتب على مرتين. بعدين إذا صار في إصلاح، وجزء من الإصلاح بده يكون إعادة خدمة الدين، كلها أرقام النفقات بدها تتغير. إذا صار في اتفاق، يعني اتفاق داخلي أو إجت حكومة جديدة وبدها تنفذ هالموازنة، فيها تنفذ هالموازنة مثل ما هي، خاصة إذا بديت مرحلة إصلاح في الدولة. وصار وجزء من الإصلاح بده يكون في إعادة هيكلة الديون. دكتور راشد، مش حتمد يعني هلا بالقراءة العامة، بس بدي أعمل المدخل، لأنه إذا صار معنا بعد شوي استاذ بيطار، بدي كان عندك نظرية أنت من كتبت مقال من كم يوم، قلت بغياب أي مبادرة حكومية أو نيابية، يعني لا كابيتال كنترول ولا أي شيء، ولا إصلاح ولا هيكلة المصارف ولا 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 ولا، مصير الودائع بيد المودعين. شو قصدك توجه دعوة إلى المودعين؟ شو المطلوب؟ شو قادرين يعملوا اليوم؟ رح نرجع بعدين على بنود الموازنة بالتفصيل. أوكي. نعم. هلا هو لما بيكون الدولة عندها ديون للقطاع الخاص، ما فيها تتجاهل إن كان القطاع الخاص المحلي المواطن، وعندنا ديون لمؤسسات مالية دولية عالمية مثل بلاك روك وأشمر وغيره. نحن ما فينا نعمل قرار بالنسبة للديون، أوكي، بدون، وبالأخص ما هو ودائع المصارف في مصرف لبنان هي ديون على الدولة، التزامات على الدولة. ما فينا نعمل حل اللي بيطال أيضا المودعين بدون ما نأخذ بعين الاعتبار إرادة المودعين. وهذه بالدول يعني بند العمل الجماعي بياخدوا بيطلبوا تمثيل من المودعين، من الدائن، لحتى يتصلوا، بصير في حوار بين المدين والدائن. يعني الدولة بتحاور الدائن لتشوف ليتصلوا على اتفاق. نحن ما فينا ولا صندوق النقد كمان عمله مش صحيح، انه نحن منقرر بدنا نشطب الودائع كلها اللي بالدولار، منحول جزء كبير بينشطب، جزء بيصير استثمار في المصارف، رسملة المصارف، وجزء بيتحول. نحن عندنا مقومات هيك حوار؟ مش يعني اليوم عندنا كذا لجنة بتدعي الحديث باسم المودعين وهيئات، هودي برا يعني الدولة هي هودي ما تعرف يعني عم تشوفه الدولة، بس عطيتهم عم بيصير في حوار. يعني أول شيء الحوار الصحيح بده يكون عندك نسبة بالتطبيق بصير، وهذا بتصير أكتر شيء بنادي لندن اللي هو بيجمع الدائنين القطاع الخاص مع المدين اللي هو دولة حكومة بلد معينة. نحن الأكترية بياخدوا شو بصير، في تجمع للأكترية. الأكترية هو مش بالعدد الودائع، هو بالقيمة الودائع. يعني نحن بنعرف إنه أكترية الودائع اليوم أكثر 80% منها أو 78% بإيد 1500 مودع. يعني نحن مش ما بنحكي عن إن نتوصل لاتفاق بس مع المليون ومئتين ألف مودع. فالحوار هو اللي بوصل لحل. يعني أنت ما فيك تيجي تشطب ودائع المودعين بدون رضا المودعين. شو المطلوب من المودعين اليوم؟ بتقول لا، المودعين بتقول انت مصير الودائع بيد المودعين. المودعين لازم يعملوا تجمع ريبريزنتيشن حسب قيمة ودائعهم مش حسب العدد. يعني انت بدك تجيب عدد كافي، يمكن يكون
أقل شيء بده يكون 1500 من الكبار. هودي بصير عندهم الأكترية من الودائع، فبتتحاور بكون معهم من جميع الفرقاء، بس أنت لتجيب بدك تجيب مودعين عندهم قيمة بتوازي 75% من الودائع. هودي بتتحاور معهم، يعني الكولكتيف اكشن كلوز المتبعه وحسب قانون نيويورك. قانون نيويورك هو اللي نحن ماشيين عليه لمعالجه الديون للقطاع الخاص، بيقول لك بده يكون عندك 75% من الدائنين، اذا هن اتفق المديون مع هال 75% ال 25% لازم يمشوا فيه. هلا بعض المصارف عملت هالشيء هون وعملتها على اساس اقل، حتى عملوا بعض المصارف عملوا مع مودعين، لا عملوها بتغيير مع كبار المودعين، لا عملوها بتغيير حسبوها على كبار المودعين، عملوها بتغيير انه طبيعه القرض اللي مقدمينه الناس مثل السبوردينيتد نوتس، فعملوا تصويت عليها واجت من اللي اذا اخذت الاكثريه غيروا السبوردينيتد نوت من ديون خاضعة لقوانين بريطانيا إلى حولوها إلى ودائع باللولار وخاضعة للقانون اللبناني، يعني حولوا الجهة اللي هي بتبث بالقوانين. فيعني المصارف اللي عملتها كمان ما فيها تقدر بدون هالممارسة هذه تيجي تغير طبيعة السبوردينيت النوتس اللي هني قروض للمصارف، يعني مثل وديعة طويلة الأجل للمصارف، ما فيها تغيرها لوحدها. فلأنه إذا ما صار في اتفاق بين المودعين والحكومة، أكترية المودعين بالحجم الودائع، أي واحد بيرفع دعوة، الصغير والكبير في يرفع دعوة، اللي عنده $5,000 في يرفع دعوة على الدولة، واللي عنده مليون دولار. شفنا بعض الدعاوى بتتذكر مع بعض المصارف، شوف صار في نقمة على المدعي يستعيد حقه، نحن عندنا اقفلت خزائن بعض المصارف اذا بتتذكر مع كم بنك، وصار في أزمة من وراها، وحملوا المودع مسؤولية، بده حقه حملوا المسؤولية، لانه نحن ما عندنا قضاء. حرام. فالقضاء ولا عندنا رقابة من مصرف لبنان، ويعني عنا وما عنا رقابة، لا الرقابة بمعنى موجودة بس مش من حقك، معناته من حق الوصول على المعلومات، مش لازم نعرف شو في بالرقابة. صح، ما نحن في رقم، هلا بقول لك اهم رقم ما حدا بيعرفه. ف يعني ما فيك تتوصل لنتيجة إيجابية، انت بدك حل إيجابي، مش بدك حل يكون في، بدك حل إيجابي. كيف بدك حل إيجابي، مش حل، يعني بدك حل إيجابي، بدك حل إيجابي مش حل يعني يكون على حساب المودعين. حتى بصندوق النقد الدولي لما صار في اجتماع للبنان بسموه لمراجعة المادة الرابعة، كتير من المديرين التنفيذيين طرحوا أنه معالجة أمر المودعين هو مشحف جدا بحق المودعين، ولازم ينعاد النظر بهالأمر هيدا. فهذا اللي أنا عم أتكلم فيه بالمقال اللي طلع، يعني البند العمل الجماعي للمودعين، يعني الدولة لازم تهتم بالمودعين أكثر من تهتم بأي شيء تاني. الدولة اليوم شو عم تقول للمودع؟ بتقول له حسب الخطة تعطي مؤشرات متضاربة. بالخطة بالكتابة بيقولوا قانون إعادة الانتظام المالي اللي فيه شطب للودائع، رح نوصل لها هيدي سحبة من البنوك. بس اليوم عم نعيش أزمة حقيقية بين ال 158، في بعض المصارف عم تتسلى فيه، مش عم تعطي كل الزبائن. يعني قبل ما نفوت على الحلقة اجاني كذا اتصال، في ناس مش اخذين ال 300 وال 400 دولار تبع كانون الأول، مش الكل، وبعض المصارف مش الكل، كمان في ناس. وهلا في نقاش بين ال 150
بدون 150، اذا 150 دولار مش قادر المصرف يرد بموضوع هيكلة المصارف، هذا المصرف لازم يضل فاتح. شوف عم نحكي بلغة الناس، اللي مش قادر يدفع 150 ولا عم يطالب ب 100. لك انت ما فيك تيجي تحل وضع المصرف لوحده بحد ذاته، لانه شو مشكلة المصارف؟ عندها ودائع مع الدولة، البنك المركزي مصرف لبنان هو جزء من الدولة، ما عنده استقلالية كمؤسسة، وعنده استقلالية بالسياسة النقدية. يعني في ناس بيسيئوا فهم شو الاستقلالية. انت ما فيك تيجي تحط الذنب او تحاكم المصرف بكون ما تحل مشكلة المصرف مع الدولة. وتعرف هذا المصارف وجهوا يعني اشعار للحكومة انه لازم تبث باموالهم الموجودة عندهم. نعم. يعني المصارف بيقولوا لك يمكن ما عم يتعاملوا بالطريقة الصحيحة مع المودع، بس بيقول لك تعطينا الحكومة اموالنا نعطيها للمودع. فما فيك تيجي انت تحاكم وتحاسب المصرف بحد ذاته. هلا هل المصرف فيه سيولة او لا؟ هذا السؤال الأساسي. المصارف يمكن عندها حوالي 3 مليار دولار، بس هيدي 3 مليار دولار طول 64 مصرف، ليش نعني عندنا 64 يا 64 65 64 ال 64 عندهم 3 مليار، بس هيدي 3 مليار مش أموال حرة. هو في شيء مهم جدا صار قليل ما تذكر، من وقت ما بدأت الأزمة المصارف أجبروا بالتعامل بسعر صرف محدد من قبل مصرف لبنان. فإذا اللي بيحول أموال لهالمصارف بالدولار الفريش، المصارف ما عم تقدر تحولها أو تبدلها لليرات. المودع عم بيجي بيسحب أمواله اللي بتتحول من برا بيصرفها بالسوق الموازي. فلو كان بالمصرف عنده الحق من ناحية، عنده الحق والسعر اللي عم بيعطيه هو السعر الفعلي. لو سعره هو مثل سعر السوق، كان أنا أو أي شخص تاني بيجي مصاري من برا كان بيصرفها في مصرف لبنان. كان مصرف لبنان صار عنده عملة صعبة حرة، يعني مش تابعة لوديعة. يعني هاي الغلطة اللي ارتكبت من زمان وبعدها لهلا رح نوصل لها، نرجع يعني نحدد يعني فيها. بس نحن من جمعة تغير السعر، يعني وحدوا السعر بين المصارف. خلينا نعطي الموضوع حقه بعد الـ بعد الـ يعني عم تحكي انت بعد ما تراجعنا ولغينا صيرفه ورحنا على السعر الحقيقي، بس هذا مش عم ينحسب على ودائع الناس بالنتيجه. لا غير موضوع. على حال صار معنا اليوم بسبب سوء الاتصالات يعني وغلى الانترنت ما قدرنا اخذنا رئيس اتحاد المودعين بالمصارف اللبنانية استاذ حنا البيطار. مساء الخير. مساء النور لك ولي. اهلا وسهلا فيك الاصدقاء ضيوفك. اهلا وسهلا فيك عزيزي. تحياتي لكم جميعا عزيزي. كنا عم بحكي انا ودكتور راشد هلا عن موضوع الـ الودائع. عم بيقول دكتور راشد بالمطلق بظل غياب كل مشاريع الحكومة، ولا مشروع نيابي ولا حكومي ولا هيكلة مصارف ولا كابيتال كنترول ولا شيء أبدا من أربع سنين لهلأ، شو عم تعمل جمعية، شو عم تعملوا أنتو كاتحاد مودعين بالمصارف؟ أنا سمعت الشق الأخير من الحديث مع الدكتور راشد. نحن استجور، نحن لسنا سلطة لا تشريعية ولا تنفيذية، نحن هيئة ضاغطة باتجاه انصاف المودعين المظلومين. لكن سمعت الشق الأخير من كلام الدكتور راشد ولا أوافقه عليه. عم تسمعني؟ ايه عم نسمعك. اي نقطة تحديدا مش رح توافق؟ نقطة انه ربط حقوق المودعين بديون الدولة. بديون الدولة هذا كلام غير قانوني وغير واقعي. هو عم بيقول المصارف اجبرت المصارف على الربط. المودع عيني مسؤولية المصرف وقت اللي كانوا عم بيقبضوا من الدولة فوائد عالية وحققوا ارباح هائلة على مدى 20 سنة الاخيرة. كان تمام
كان دين الدولة مبسوطين فيه وعم بيدينوا الدولة قد بدها، حتى يردوا حقوق المودعين لا ما بيردوها، بياخذوا الأرباح وما بيعطوا المودعين حقوقهم. أستاذ الكريم، أستاذ الكريم بدي أحكي قانون هون. نعم. المودع، المودع علاقته مع المصرف، عقد الإيداع انعمل بين المودع والمصرف مش بين المودع والدولة. صحيح. ولا بين المودع والمقترض، يعني إذا في مقترضين من المصارف تيجي المصارف بتقلهم فإذا للمودعين، المقترضين ما ردوا لي روحوا على المقترضين، هذا كلام غير واقعي وغير قانوني. حقوق المودع مع المصرف، المصرف مو بيدبر حاله، إذا أساء المصرف في التصرف وفي استثمار أموال المودعين فتبقى هون مسؤوليته هو مش مسؤولية المودع. ألو. نعم نعم سمعينك سمعينك. واضح. واضح. وبالتالي واضح. وبالتالي نحن قلنا له للمصارف كيف لازم يتصرفوا مع الدولة، ونحن مع أنهم يضغطوا على الدولة لبرمجة إعادة الديون إلى المصارف، نحن مش ضد، ولكن ما يحلونا نحن إلى الدولة أو يربطوا حقوق المودع في ديون الدولة. دكتور راشد بيعطي رأيه الشخصي، دكتور راشد مش عم يعطي رأيه الشخصي مع المصرف. نعم. إذا أولا نعم طيب. نعم. كمل كمل كمل. نعم نعم ثانيا يعني مثل ما قلت لك نحن استجور، نحن اتحاد المودعين، نحن قدمنا خطط ومشاريع، للأسف مجلس النواب لم يقم بواجبه إطلاقا على مدى الأربع سنوات، تفرج على الأزمة، تفرج وأصر على كلمة تفرج. هل امبارح إن لم يمعن فيها وبالتعليق على الموازنة أبدأ بعض النواب يعني مواقف إلى حد ما تؤيد حقوق المودعين؟ نحن بنشكرهم ولكن هذا ما بيكفي، نحن نطلب منهم أنهم يقدموا مشاريع سميناها خطط إنقاذية، خطط نهضوية للقطاع المالي في لبنان وللقطاع الاقتصادي. نحن نعتبر يا أستاذ جود يا دكتور راشد أنه ما في دولة بلبنان إذا ما رجعت حقوق المودعين، لأنه ما في دولة بالعالم ينهض بها الاقتصاد الوطني إذا ما في مصارف، والمصارف لا يمكن أنه تستعيد دورة إلا ما يكون في ثقة فيها، والثقة لن تعود إلى المصارف قبل إحقاق حق المودعين بإعادة أموالهم. وإن وهون دايما بلومونا أنه كيف بدنا نرد الأموال، نحن عم نقول وفقا لخطة متدرجة تستند إلى الواقع المالي وتستند إلى القانون. طيب أستاذ حنا، أستاذ حنا هلا يمكن في ملاحظات لأستاذ لدكتور راشد، بس أنا بدي أسألك، من كم يوم التقيت النائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة دكتور وسيم منصوري، حطنا بالعناوين الأساسية شو طرحته وشو كانت الأجوبة؟ احنا اجتماعنا بالدكتور منصوري من فترة تقريبا 4 أشهر، ولكن نحن على تواصل عبر بعض الأصدقاء المشتركين. الدكتور منصوري اجتماعنا فيه كان الرجل فعلا رجل على مستوى علمي جيد جدا، وأبدى تعاطفه مع قضية المودعين من منطلقات قانونية ووطنية. نعم عمليا عمليا شو بينعمل؟ وقال أنه أنا بدي أسعى لتعديل أو لإصدار تعاميم جديدة تكون أكثر إنصافا للمودعين، مش أكثر إنصافا، تكون منصفة، لأنه التعاميم النصبوية خصوصا 151 و158 هذه تعاميم نصبوية اختلاسية، هو أكد أنه هو ضد هذه التعاميم وأنه بده يطلع تعاميم جديدة تنصف المودعين، وألقى باللوم بالحقيقة أقولها وإن كانت المجالس بالأمانات، ألقى باللوم على مجلس النواب الذي لم يقر عدة قوانين طرحها هو وزملائه بالبنك المركزي، ويعتبرها أنها قوانين مهمة جدا وتسمح له باتخاذ قرارات تكون منصفة للمودعين وناظمة
للقطاع المالي في لبنان ومعززة للنقد الوطني. هو يلقي باللائمة على مجلس النواب، وشفنا امبارح بخطابات النواب انه بيلقوا باللائمة بيردوا له اياها. يعني هو بحط الحق على مجلس النواب ومجلس النواب بحط الحق عليه. طيب خليك معي، احنا كمودعين احنا الضحية، نتيجة ما بدنا نوزع المسؤوليات. نحن نطالبه عبر صوت لبنان. وبالواقع انا بدي هون اشكر صوت لبنان واشكرك، لانه ربما الوسيلة من الوسائل الاعلامية القليلة التي تعالج قضية المودعين بشكل علمي وبشكل احترافي. انا بشكركم. اهلا وسهلا فيك، انا اكيد ما في مشكلة في الحقيقة. صحيح. انا اعتبرها واتحمل مسؤوليتها متواطئة على المودعين في لبنان. طيب. التريطة. طيب. ونحن بنعرف ليش. نعم. توجهت باللائمة بالاول وقلت انا ما عم بوافق دكتور راشد. دكتور راشد كان عم بيقول، وضح لي دكتور راشد او بتحب تجاوب مباشره؟ بدي بس شوف. بعد بدي اقول لك مش رح نتركك، خليك معنا، خليني جاوب، باقي معنا انت، باقي معنا، باقي معنا. انا بطلب منه عبر اذاعه صوت لبنان ان يفي بوعوده. نحن اكبرنا فيه تجاوبه وعلمه. انا بدي منه يوفي بوعوده. ال 400 دولار ما بتكفي دواء. مين عم بتناشد؟ عم بتناشد حاكم مصرف لبنان انت هلا بالانابه؟ نعم. اوكي. وجه لحاكم مصرف لبنان. قلت لك عبركم. نعم. بدي وجه له. فكرت عم بتناشد الدكتور راشد. واذكره باقواله اللي على مستوى عال جدا من العلم ومن التعاطف مع قضية المودعين مع حقوق. نعم. خلينا نوصل لعملية. خليه يوضح دكتور راشد، لانه دغري بلشت وسط على نظرية دكتور راشد. انا كنت فاهمين منه انه اجبرت المصارف على التعاطي باللولار، مش رايهم كان. نعم. مش هن حطت كل هذه القوانين، يعني التعميم اللي صدرت من مصرف لبنان، واسعار الصرف المتعدده صدرت من مصرف لبنان. شوف، القانون اعاده الانتظام للقطاع المالي هو اخطر بند فيه. على فكرة أنا أكثر واحد بدافع عن المودعين. أخطر بند فيه هو شطب الودائع، ومع احترامي للحاكم بالإنابة، هو طلب إنه هالتعميم هيدا وتعميم إصلاح المصارف يوافق عليه مجلس النواب. نحن بالفعل موقفه ما كان للحفاظ على الودائع، كأنه بده، لأنه التعميم والنواب هن عم بيحافظوا على الودائع، لأنه عم بيرفضوا شطب الودائع، عم بيرفضوا إقرار مبدأ شطب الودائع، قانون إعادة الانتظام للقطاع المالي انطلاء من هالنقطة بالذات. وهو اللي بيشطب الودائع. في ناس كتير ما بيشوفوا إنه فيه شطب الودائع، فيه تحويل الودائع، جزء منها سيشطب، جزء راح يحول لصناديق الاسترداد الودائع، وهذا صناديق وهمية، هيدي تغطية لشطب الودائع. هني عم بيمشي المصرف اللبناني الحالي عم بيمشي على خطة صندوق النقد الدولي، بقول لهم للمجلس النواب ليه ما عم بتقروا هذه القوانين اللي هي رفضها مجلس النواب. فلازم الصورة تكون واضحة انه الدولة بكل السلطة بجميع مؤسساتها مش مع المودعين، يعني اللي بنعرفهم. أما مجلس النواب وكتير كتل نيابية أخذت موقف صارم وهي رفضت. يعني حالنا عم بيكبر لك أعدائك دكتور راشد، كبرهم أنا وعطاهم على موقع مهم. أنا اللي عم بيحكي عنه بند العمل الجماعي، عم دافع عن المودعين، إنه الدولة ما عندها حق، ولا المصرف لبنان ولا أي سلطة ولا أي طرف آخر يجي هو يقرر شو يصير، ما هو مصير المودع. بده يعمل حسب ما بيوافق المودع عليه. هيدا اللي عم بيصير، والحلول اللي تطبق في الحالات اللي شبيهة للبنان. يعني هيدا عم بقول لك الكولكتيف اكشن كلوز. وين التجارب الشبيهة؟ هي في حدا عايش تجاربها؟ هي لندن كلاب اللي بحل المشاكل بين المودعين المودعين والدول والدولة. والدولة. بيمشوا على الكولكتيف اكشن كلوز، يعني بيشوفوا اذا في رغبة عند 75% من المودعين انه يقبلوا بالحل بيمشوا فيه. بس اذا ما كان في collective action clause، ما في الدولة ما فيها تتوصل لحل بدون قبول المودعين.
الكولكتيف يعني شو في يعمل رئيس اتحاد هلا رئيس اتحاد رئيس اتحاد المودعين بالمسار شو في يعمل حنا لازم شو نجيب تمثيل للأكترية حسب الوديعة وهودي هن بدون يحافظوا على وديعهم يعني هيدا بيصير حسب يعني المعاملات او البراكتس اللي بتصير عالميا عم تسمع حنا قادر انت تلعب هالدور 75 قادرين انتوا توحدوا المودعين مواقفكم بهالشكل الضاغط 75% نحن عم نشتغل على او بالاحرى شغلنا بالتنسيق الدائم والكامل مع جمعيات المودعين الاخرى الجمعيات الاخرى نعم. ما في خلاف اطلاقا بين المودعين او بين جمعياتهم الهدف واحد وان تعددت او تمايزت الاساليب ولكن الهدف واحد ما حدا بيقبل اطلاقا بشطب اموال المودعين واذا في حدا معلش هون بدي استطرد اذا في حدا بيقبل فبيكون هذا زلمة المصاري مش لا انا بعرف دكتور راشد من المعارضين لهذا النهج اذا بتقرا وكاتب 50 مقال بهالموضوع وضيف قديم على هالبرنامج وغير برامج بهذا الاتجاه الناس لازم تتذكر على راسي لكن نعم. في شيء ما تطرق له الدكتور راشد شو هو انه اول شيء منشان نوجد الحل بدنا نعمل تدقيق بالي طيب من قال لهم قديش كانت قيمه الودائع نحن عندنا ارقام قد تكون صحيحه وقد تكون لا ما معروف الارقام شوف هيدا التقرير المالي هو حجه جبنا تقرير مالي وجبنا الفارس امام عرفنا شو فيه نحن يا استاذ نحن طالبنا مجلس النواب بتشكيل لجنه تحقيق برلمانيه وبيجيب كل العالم اللي عنده ويستعين بخبراء اقتصاديين يستعين بخبراء اقتصاديين في ناس عندهم إذا بعض النواب ما عندهم الكفاءة الاقتصادية أو الكفاءة المالية اللازمة بيستعينوا عندنا نخب بالوطن عندنا نخب فكرية وعلمية خلي وضح لك دكتور راشد شو عمل بهالاتجاه وضح دكتور لحظة بس التدقيق الجنائي سنقدر نوجد خطط عملية وقانونية وعادلة بدنا ننطلق من أرقام صحيحة الأموال التي أخرجت من لبنان تبييضا وتهريبا قديش قيمتها من سنة 2018 10 مليار ماكسيموم عم بيقول دكتور راشد 10 مليار طب هو عم بيقول هيك نحن بنقول 42 42 طب من يحسم هذا الموضوع استاذ جورج من يحسم هذا الموضوع لجنة تحقيق مضبوطة محايدة تكون في مجلس النواب وبمراقبة كل الشعب اللبناني انه بيجوا المصارف بيعطوك رقم بيجي البنك المركزي بيعطيك رقم والفارس رقم هذا منه شغل دقيق الشغل الدقيق بيكون شغل واضح شغل علمي طيب دقيق. خلينا نسمع الدكتور راشد حاليا عم بيقول الدكتور راشد انه الموجودات 3 مليار دولار بالمصارف اليوم احنا بنقول لا اكثر بكثير بعدين جزء من اموال المودعين اخرجتهم المصارف الى الخارج الى المصارف عم بيقول 10 مليار دكتور راشد طيب هينين 10 مليار يردوا انا رح سلم بال 10 مليار معلومات هودي بطلوا للمصارف هودي صاروا للاشخاص اللي عندهم ودائع بالمصارف هودي صاروا للمودعين شوف لانه اصحاب المصارف قداي عندهم اموال بالخارج لحظه حنا خلي مجال للدكتور راشد الدولارات اذا بدك ما في قاطي يعني انا كمحامي خصوصا انا اتحمل مسؤوليتي بكل رقم بقوله انا ما في الا ربما كان اقل شوي او اكثر شوي اكس من المصرفيين قديش معه برا وقديش طلع يعني مصرف بيطلع 700 مليون دولار فرد دبشي هودي مصريات بي ولا جده كلها مصريات الناس طيب وقفهم دائما بنحكي فيها هي نتحاشى نعم. الكل يتحاشى الى اي مدى كلامه صح الحديث عنها شوف. ما بصير بعدين حنا روح شوي حنا نقطة ما نكفلل خليك على الخط ما يسمى او ما سمي بالهندسات المالية قديش قيمتها هيدي وهب واصر على كلمة وهب رياض النصاب رياض سلامي وهب المصارف التي اعتبرها متعثرة وهبها مليارات الدولارات ادي وهبها كم مليار
هيدي المليارات ليش ما بترجع للمودعين للمصارف أول شيء ومن المصارف نعم. للمودعين؟ يعني كل هذه الأمور إذا بدنا حلول علمية صحيحة وقانونية كل هاي النقاط بدنا نتطرق لها. طيب خليك خليك معي شو رأيك باللي قالوا حنا على خلفيته القانونية؟ خليني أقول لك، أول شيء ممكن يطلع قانون مش لصالح المودع، والقوانين المطروحة اليوم كلها مش لصالح المودع، فإذا نحن ما فينا نمشي بس على القانون. مجلس النواب عم بعارض القوانين اللي عم تاكل حق المودع، ما فينا نقول خلينا نمشي على القانون. بدك تعرف بالضبط وحضرتك قانوني شو هو محتوى القانون، القوانين اللي طالعة كلها ليس لصالح المودع كلها، يعني خطط الحكومية بكل نسخة سيئة. أكيد أكيد أكيد، ونحن ضد كل المشاريع القوانين. بعد النواب يعني بعد النواب عم بيدافعوا عن المودعين، يعني لأنه بضل لنا رئيس بري الودائع مقدس. خليني بس نقطة بالنسبة للأرقام. نعم. الأرقام كلها موجودة، والتدقيق الجنائي والأوديت اللي صار من وايمان كلها بتعرف الأرقام معروفة، ومعروف قديش طلع المصاري اللي طلعت هي مش للمصارف، يمكن في مجلس إدارة شخص طلع مصاري، بس أغلب المصاري اللي طلعت هي لمودعين نافذين منهم سياسيين، هذه أموالهم هي الشخصية ما أخذوا من مصرياتين. فاللي أخذ مصريات بس هو أخذوا من رأس مال المصرف اللي أخذ، لا اللي أخذ مصرياتنا هي الدولة. السبعين مليار اللي حطناهم في مصرف لبنان واللي استعملتهم الدولة، الكهرباء لوحدها أخذت منهم 50 مليار دولار، وفي دينوا مقايرة بين الليرة والدولار 16 مليار، هذا صار عندك 66 مليار دولار. هذا يعني الجريمة الكبرى هي انه الحكومة استعملت هالمصارف. بعدين بدك تيجي تحكي عن المصارف والمودع، كمان المصارف هي تحت رقابة مصرف لبنان. مصرف لبنان ليش قبل في هالتركيز باستثماراتهم واستعمال الودائع اللي هي بتعارض قانون النقد والتسليف؟ فيعني المذنب الكبير هو السلطة، وليس انتوا عم تطلعوا بس على البنك. البنك أخطأ ليش عمل هيك، بس البنوك تعمل في قطاع فيه تنافس، هي عندهم هيرد منتاليتي. يعني أنا كصاحب بنك ما فيني أعطي المودع بس 2% وغيري عم يعطي 6%، إذا أنا بدي أعطي 2% لازم تسكر، وهذا قرار صعب جدا على المصارف كانت إنه تسكر. كل مصرف حتى اللي إدارته منيحة ما قدرت تسكر، ما قدرت ما تتبع هالأسلوب هيدا وتحط هالودائع بمصرف لبنان. الخيار الثاني هو التسكير، ودائعها تروح على محل تاني، فهيدا واقع الأمر. نحن المسؤول اللي بنظم القطاع المصرفي والمسؤول عن القطاع المصرفي هو المؤسسة الوحيدة اللي بتشرف على المصارف، يعني ما عندنا رقابة نحن على المصنع، وما عندنا رقابة على الخدمات الدمع أو على طبيب بحكم مريض، ولكن لأنه فيها ودائع الناس والناس ما عندها خيار تاني غير تستعمل المصارف. لما بيدفعوا لك راتبك بوديعة في المصرف بدك تستعمل المصرف، فإذا في لجنة رقابة في المصرف، في المصرف كله، المجلس المركزي للمصرف اللي هو، ومجلس النواب هو كمان شريك بالرقابة على على المصارف. استاذ حنا أقنعك الطرح الأخير أو بعد؟ أنا وشو هي خططكم المستقبلية؟ يوم ما عندنا كتير وقت بقى، بقى العناوين لو سمحت. أنا برجع بصر بحكي؟ إيه تفضل تفضل، بس عملك باختصار لو سمحت. أنا أصر على تحميل المصارف المسؤولية تجاه المودعين. أنا الدولة مش مسؤولة أمامي، ما في خلاف عليه، عم بقول دكتور ناشر وعم بحكي استاجور، عم بحكي قانون. اثنين انا اعطيت المصرف مصاري، عقد الايداع بيني وبين المصرف، اذا المصرف صح بس الدوله شو عم بتحط استثمر هذه هذه الاموال بشكل خاطئ كي يحقق ارباح كبيره بطريقه سهله
فهو المسؤول امامي. ما في اللي والله جورج شاهين اجى اخذ من عندي مليارين دولار وما دفعهم وروح دبر حالك انت وياه، هذا كلام غير قانوني اطلاقا وغير عملي. المصارف حققت ارباح على مدى 20 سنة من الدولة، حققت مليارات الدولارات، منهم من يقول 12 مليار ومنهم من يقول بحدود ال 20 مليار من فوائد مرتفعة، وكانت عم تعطي المودعين فوائد متدنية. أي متى بلشت تعطي فوائد عالية؟ وقت اللي قرروا ينهبوا أموال المودعين، يعني سنة 2017 و2019. عم بقول لك كلام مش صحيح. أنا هون ما عم بري لا أعطي صك براءة للبنك المركزي أبدا، البنك المركزي المجرم الأكبر، ولكن كمان إذا بدي أحمل مسؤولية للبنك المركزي هذا لا يعني إنه أنا عم بري عن أعطي صك براءة للمصارف. طيب المصارف شكرا بانتظار هي والدولة. بانتظار من يفصل بكل هذا النقاش استاذ حنا البيطار، رئيس رئيس اتحاد المودعين بالمصارف. انا بدي اشكرك عزيزي، شكرا 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 لكم، يعطيكم شكرا. دكتور راشد، بتحس مريت بيوصل للنقاش هيك خطين متوازيين نظريتين لا يلتقيان؟ شوف، هو يعني في كتير ناس بقول لك انا من ناحيه قانونيه حطيت وديتي بالبنك، نعرف انه البنك مسؤول عنه. البنك ما تصرف فيها بالطريقه اللي تصرف بدون واحده منا ضغوط، واحده منا يعني حوافز، والحوافز هيدي تشكلت لحوافز للمواطن للمودع ليأخذ منا. يعني الارباح المصارف لما نحن حطينا ودائع كنا عم ناخد 6% و5% و7% قبل الهندسة المالية كمان أيضا، وكانوا يوزعوا أرباح على حاملي الأسهم. تعرف الألفا بانكس كلها موجودة على بورصة بيروت، قديش كانوا يعطوا يعني ديفيدنس، أرباح موزعة للشيرز للأسهم العادية والأسهم التفضيلية، كانوا يعطوا 6 بين 6 و7%. فما راحت الأموال بس للمصارف. طيب سؤال بس هيك تنبسطها بالنسبة للناس، يعني برأيك أنت إذا أنا فهمتك هلأ، المصارف خسرانة مثل المودعين؟ المصرف أم أنا هناك ديبويات مالية المصارف شخصية؟ المصارف إذا تشطب الودائع بيخسروا، لأنه بدهم يسكروا كل مصارفهم وما بعود حدا. ما بعود المصرف إذا تشطب الودائع، المصرف كيف بيعيش؟ بجيب ودائع وبشغلها. هالتعليمات اللي اجت خسر انه عم الودائع ردوها المقترضين بالقطاع الخاص 1500، هيدي اجت مش بتعميم من عندهم، هن بدهم ردها بالدولار لما نوتت الليرة. طيب بس يقال انه المصارف ارتاحت بهالموضوع، شالت هم عنهم. يعني استرجعت، يعني وقت كانوا يقولوا نزلت الخسائر. نزلت خسائر، شو معناتها هاي؟ ناس بتسمع عناوين يمكن ما بتعرف خلفيتها. نزلت خسائر يعني شوف، يعني 70 وقت بيقول لك اليوم حدا 70 مليار هي الفجوة او 72 مليار صارت 40، كلام صحيح لو كيف بتفسره بعد 70 مليار؟ الفجوة هي ودائع المصارف في مصرف لبنان اللي ما عم بردها، هيدي هي الخسارة. هيدي الفجوة فقط، هيدي الخسارة، هيدي هي الخسارة. في عندهم بين 70 و75 مليار دولار. طيب خليني ارجع لبعض الكلام اليوم المتداول. عم يطرح هيك مصرف لبنان هلا 150 مليار 150 دولار للمودع، وما بيعطيها للي عم بينفذ ال 158 سواء بال 400 او بال 300 دولار. في نقاش اليوم انه ال 150 عاجزين بعض المصارف يعطوها. هيك ال 150 لاي درجه يعني بدنا ننطر؟ خليني اشرح لك، ال 150 فيهم يعطوها، لانه قديش بيطلع المبلغ؟ انت مش راح كلهم يجوا بيوم واحد ياخذوا ال 100، مدة على الشهر. اوكي، قول في 1000 بياخذوا باول شهر واثنين وثلاثه، اعمل لهم جدول. هن قادرين ضد ال 150 مش لان 150 ليه؟ كانوا عم يعطوا 400. مش كانوا عم يعطوا، لا ال 400 ما راح يدقوا فيها، عم ياخذ 400 راح يكمل او 300. عم اقول لك بس كمان هذيك فيها تعسر، انه لما كان ال 158 وناس عم تستعمله كانوا قادرين يدفعوا 400 ويدفعوا كمان 1500 لل 151، من 151 كان يعني كان يطلعوا شيء 300 دولار، كانوا يعطوا شيء 300 دولار
ويعطوها بالليره بس هي بتوازي. كانوا عم بيعطوا 400 دولار دولار و400 دولار 15000. 151 هي الماكسيموم، كان 25 مليون بالليره ما يوازي يعني بيحسبوها على 15000، ما هذه ال 15000. ف بس اقل شيء كانوا بيقدروا يعطوا ال 400، ليش وقفوا على ال 158 اليوم؟ وال 158 بعده ماشي، ليش معارضين ال 150؟ 150 لأن لكل المودعين، بعرف لكل المودعين واللي حسبوا اللولار كمان لكل المودعين. ايه هلا عم يطالبوا ب 100 في خبريه اليوم انهم بيفتوا ب 100، بس هو مش هيدا السبب معارضة. ما هيدا هو شو السبب؟ سبب معارضة المصارف انه هيدي اذا جيت عملتها هو الاهم شيء على اي سعر بده يحسبها. يعني بقول لك على 15 على 89% على 89 ما بيعطيني اياها كاش، ليش بده يحكي لي اي سعر؟ لا ما بيعطيها، مش راح يعطيها كاش، ما قبل ما كان يعطيها كاش او اذا اعطاها كاش عم بيقول بالدولار 150 كاش. بس هو يعني هو هيدي بدها تمشي مسعر صرف، يعني هال 151 بدك تغيره. فيه السعر كان 15000، ما قالوا راح يعطوها كاش، قبل ما كانوا يعطوها كاش كانوا يعطوها توازي 290 دولار 295 دولار. ما في شيء بيقول بال 151 راح يتغير راح يصير 150، راح يصير يوازي ال 150 دولار. ما حدا قال انه 150 ولو كان 150، بس حرمين اللي عم ياكل ال 400 و300 ما بيخدها. تعميم 151 بدك تحط له سعر صرف، ليش اللي موقف ال 151 هو السعر، والمصرف والحاكميه بالمصرف قالت انه نحن ما راح نجدد التعميم 151 بعد ما نعرف شو سعر الصرف. نعم. السعر المفعول بالموازنه، ليش دخلوا فيه؟ هذا بدي اسالك عنه، ليش ربطوها بالموازنه؟ لا لانه ال 151 المجدد الفرق فيه هو سعر الصرف، هو الشيء الأساسي، لأنه راح يطبقوه مثل قبل بس على سعر الصرف جديد. يعني أو بيعطوك كاش أو بقيمته الحقيقية على 89 و 500 يعني. هو بيكون عنده الخيار البنك أنه يا بيعطيك كاش إذا بده، أو إذا ما عنده كاش كافي بيقدر يعطيك إياه بالليرة على السعر اللي متفق عليه، مثل كان ال 15. هلأ الفكرة أنه هو تلتغى، إذا ما بتكفيك فيك تاخد على ال 15 الباقي، على 15000. لا ما في، هو ال 15 وقف هلا، يعني ما عاد موجود سعر. لا لانه سمعت حديث امبارح كنت بأحد المصارف عم بيقول 150 ما هو مطروح هلا، هلا يقال انه ناطر موازنة. النقطة مش المصرف شو عم بقول، 151 وقف، يعني ما عاد له وجود يعني الا اذا تجدد. هلا ليش الكلام، فهم نقطتي، الكلام عن تجديده على سعر صرف جديد، فإذا راح يكون يطبق كما كان يطبق سابقا، مش ما في خلاف بتطبيقه. فشوف يعني الناس لازم تفهم شو هي الأمر. بعرف إنه هلا بيحكي إنه أنا مشكلتي مع المودع، عم بقيم مسؤولية الدولة بالأساس ومسؤولية مصرف لبنان اللي هو تابع للدولة. أنت عم بتحط هيدا يعني عم بيحمي الدولة بكلامه حضرته السيد حنا، فعم يحمي الدولة بدل ما يحمي يعني بمجرد انه عم بيحاسب المصرف، انه عم بيحاسب المصرف والدولة ما لها دخل، ما هي المصاري صرفتهم الدولة. هو في القوانين اذا انا محرض، اذا في جريمة وانا محرض على جريمة يعاقب المحرض كما يعاقب المرتكب الجريمة، فهو ما لازم يبرئ الدولة بالقانون الدولي، حتى يبرئ الدولة انه هي ما إلها خص وانا عقدي مع مع المصرف، مع المصرف مع 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 المصرف. طيب هذا مفهوم خاطئ، لانه بصير لانه المصارف لنكون واقعيين ما فيها روح على المصرف، وحتى ارباح دعوة ضدهم انك انت بدك منه مصاري، هو مصرياته مع الدولة. اوكي فانت مش راح تحصل شيء حسب القانون، انه علاقتي مع المصرف ما راح تحصل، ما راح تحصل حقوقك. بدك تدخل الدوله،
لأنه هذه التزامات على الدولة. منشان هيك طلعوا قوانين تعديلات لمشاريع القوانين. ليش طلعوا صندوق استبدال الودائع؟ إنه منحط فيه بدل الودائع منعطي وارنتس، منعطي سندات، أو منعطي يعني ممكن المودع الكبير يورثها لأحفاده أو أحفاد أحفاده، نعطي شهادات حتى، بس هذه بيورثها لأحفاده أو أحفاد أحفاده. هذه طرق فاشلة أيضا، لأنه مش هذا الحل. شوف الحل اللي كتير من يعني الجمعيات اللي بتشتغل على مشكلة الودائع، الحل ليس بإعادة الودائع ولا بشطب الودائع اللي هحكي عنها أنا بالوقت. الحل لأنه خلينا ناخد آخر شيء، لأنه لو الوضع طبيعي البنوك ما فيها ترجع المصاري للناس. طيب يقال هون إذا أجي الدولة، ويقال أنه هناك انحكى شيء من فترة أنه القطريين أو بعض الدول أو البنوك الكبيرة جاية تشتري مصارف وتكب مصاري بالبلد. شوف، ما حدا بيجي بيشتري المصارف اللبنانية مثل ما هي هيك، أوكي؟ على أي أساس بده يشتري؟ هذا السؤال. هل هذا الطرح ممكن؟ لا. يعني إذا إجا الدولة وقالت هو 10 مليار دولار بخزائن المصارف اللبنانية، اشترينا يا خي مصرف 2-3 وقلنا هذا المصرف معه 10 مليار. هل يمكن أن يشكل ذلك حل؟ لا لا، هيدا مش حل. عم بقول لك الحل وحكيت لك. لا أنا عم بحكي الناس شو عم تتداول. الناس عم تحكي شيء غلط. الحل ليس بإعادة الودائع ولا بشطب الودائع. أعطينا المثل. نعم. أنت بالحل بالودائع بالمصارف بدك ثقة وبدك سيولة. إذا نرجع لل 2014 أو أي بنك بالعالم، الناس ما بتروح تسحب ودايع لما بيكون في ثقة. شو بنسحب 90 مليار؟ في 93 مليار دولار لو ما في أزمة ما فينا نحصل عليهم. صح، لأنه المصرف بيعمل، بس كنت عم تمشي أمورك اليومية، وسيلة بين المودع وبين ما يحتاج أن يقترب. صحيح. هو إذا ما شغله ما بيعطيه، ما بيعطيك. فهو هذه شغلته، يعني intermediation، وسيط. نعم. هو وسيط. بهالوساطة هيدا ليعطيك مردود لإلك، ما في رجع لك المصاري دفعة واحدة. والمصاري بكل العالم تشتغل على أساس أنه المودعين لا يأتون إلى المصرف لسحب أموالهم. شفت سيليكون، لما بصير في أزمة بصير المودعين، سيليكون فالي بانك صار في أزمة، استثماراته كانت غير صحيحة، خافت الناس راحت تسحب مصرياتها، بطل في مصاري. وانترا نحن بنعرف شو صار فيه بسبب أنه في إشاعات أنه أفلس أو متعثر. فالحل ليس بإعادة الودائع. نحن قربنا خلص، أعطيني الحل. 1-2-3 أقول لك الحل هو، نعم، بإعادة جدولة الودائع. نعم، جدولنا بدون بدون كابيتال كنترول. بتحط أنت، نحن بدنا نعطي 5% هي حسابات جارية، وأكثر من 5% بنرجع من رجعها بعد شهرين أو بعد 3 شهور. 5% من كل مودع. لا لا، بس عم شوف شو صيغة الحال نفهمها. 5% من ودائع حسابات جارية أنت فيك، نعم، تستعملها، فيك تسحب منها 5%. الباقي بتكون حسابات ادخارية، فيك تكتب شك على الودائع الجارية وعلى الودائع الادخارية. البنوك بتطلع كتابات، يعني شكات، شك جاري وشك حساب ادخاري. بنفس الوقت بدك تحرر سعر الصرف وتوحد سعر الصرف. انت لما سعر الصرف يصير حر، تعرف انه قيمة مصرياتك هي رح، وسعر الحر المتغير لو بعدها بالبنك بتطمن بالي انه مصري دولارك بيسوى 90 ليرة 90 ألف ليرة. نعم. ما بتعود عندك هاجز انه بدك تطلعهم بأي. طيب انت اليوم بموقع السلطة، في مقومات لهالخطوة؟ هذه من مين بيقدر؟ تقدر الدولة، بيقدر وزير المال ومش نواب مش وزراء، ما بعرف مين يكرس هذا الحال. هذه الخطة ممكنة؟ أنا كاتب عنها ملخص بالورقة. نعم. اللي طلعت. صحيح. عم نطرحها على النواب، على الكتل النيابية. نعم. كثير عم يتقبلوا لأنه ما في حل بديل. طيب ما بيكفي، ممكن تطبيقها؟ بدهم يمشوه ك يعني طرح مشروع قانون. أوكي. نعم. فهيدا لما بصير يعني الوضع اليوم، الدولة مش عم تلاقي حل. الدولة حلها شطب الودائع، وتعديل الحل تبع الدولة حتى مش موافق عليه صندوق النقد الدولي. نعم. صندوق النقد الدولي
مش موافق عليها مجلس النواب، ولا الخطة المعدلة موافق عليها مجلس النواب. انت عم بتقول صاروا انها تفل خلاص ما في، بيرجع؟ لا بيرجع على المشاورات العادية صندوق النقد. كان عم بيقولوا لنا بنيسان رجع مو فات، كل سنة بيجي على لبنان صندوق النقد بيجي بيخبرنا عن الوضع، بس نحن عم نحكي بالورقة اللي توقعت ب 9 نيسان 2021 خلص راحت، هيدي بعد موجودة، بعد في شيء منه؟ بعد في موجود ما عاد في شيء منه. ما في مشاورات، في أنت كدولة عضوي بصندوق النقد تطلب منه مساعدة مثلا بعتي لل إعادة درس وضع الضرائب. عطونا مليار و 200 مليون طيرناهم. لا هذا شوف الايام هذا حقوق السحب الخاصة، اوكي حقوقنا هيدي. صندوق النقد فيه دائرتين، دائرة الموارد العامة ودائرة حقوق السحب الخاص. حقوق السحب هذه حقوق السحب وزعوا لكل الدول مش بس لبنان، ما لها دخل بالأزمة ولا لا لا هي قصتنا كانت. فما لها رابط مع المشاورات على الحل. الحل هو بدك تحل الأزمة كلها وتعيد الثقة بشكل أساسي، هو الحل تبعهم بدل ما تعيد الثقة. شو المشكلة؟ البنوك عندها ودائع ما فيها تدفعها بمفهومهم الشخصي، لأنه هالودائع بمصرف لبنان هو ما فيه يدفعها منشطبهم، وهيدا أسوأ حل أسوأ ممكن حل. تفكر فيه، لأنه ما في داعي نحن نرجع الودائع ولا في داعي نشطبهم. بدك تعمل سيولة بالاقتصاد، الناس ما بتعرف انه شو معنى سيولة. البنوك العادية لما بتعمل بكل الدول اذا عندها ودائع ب 100 مليار دولار ما بتحتاج اكثر من 10 مليار دولار لتستعملها. انت لما بتحط وديعة بالبنك ما بتعرف مصرياتك وين، اذا بتروح كنت عايش بامريكا او بالمانيا اي واحد ما بيعرف الاموال وين محطوطة وكيف بغير فيها. الناس اللي حطوا ودائع بالسيليكون فالي بانك ما كانوا يعرفوا شو عم بيستثمر، اوكي. فلا هو طريقه سريعه انه باخذ بيشتري سندات الدوله مثل ما نحن عملنا، يعني بطريقه غير مباشره اعطيناهم لمصرف لبنان ومصرف لبنان دينهم للدوله، وهو البنك سيليكون فالي دينهم لجزء كبير منهم دينهم للدوله، اشترى سندات خزينه الحكومه الامريكيه. فهيدا ما خاصة لما بيكون مشكلة مثل سيليكون فالي بانك، لو كل البنوك بأمريكا عاملة مثل سيليكون فالي بانك كان صارت الأزمة عندهم مثل عنا، كانوا عايشوا زي التاج. بس عندك رقابة هناك، لأنه وكمان في نقص كان بالرقابة في أمريكا على تصرف وإدارة سيليكون فالي بانك. أول شيء عملوه تاني يوم قاموا الإدارة تبعه، مجلس الإدارة تبعه يعني الإدارة التنفيذية قاموها وجابوا إدارة مستقلة. فالحل كل اللي عم بيحكوا منا رجعوا لنا ودايعنا، هذا نقاش حوار ما له نتيجة وفارغ. بدك تطلع الحل، الحل هو بالحفاظ على الودايع أول شيء، أوكي. في قانون بيكون عندك، منطلع قانون وهو موجود بالدستور، الدستور بيحفظ لك ودايعك، أوكي. بس الدستور ما بيقول لك إنه ودايعك بدي البنك لازم يرجع لك إياه اليوم، بس بيحفظ لك حقك انه ودائع. هو اذا بيحفظ لي حقه بيعطيني اذا بدي فوت على المستشفى او اذا بدي ادفع قسط جامعه، اذا بتقول للمواطن انه ودائعك لن تشطب ابدا، عندنا ازمه سيوله، هلا راح نقدم لكم السيوله حسب الموجودات للعمله الصعبه في البنوك لكي نتخطى عدم الثقه الموجوده. يعني مستحيل دكتور راشد بالمختصر المفيد ربنا نخلص، مستحيل يعني واحد ياخذ اكثر من 300 او 400 دولار وبكره اذا 100 دولار لكل الناس؟ لا شوف هو حسب المعطيات اللي عندك. انتم مش عم تفهموا الحقيقه، سوري. الناس مش عم تفهم كيف البنوك بتشتغل. نحن بنشتغل بالبانكينج ما بدنا دولارات، بنكتب شيكات وبنستعمل كريدت كارد. لما بنصير في قبول للشيكات ولا الكريدت كارد نوع الثقة المستعد. قبل كنا نروح كل شهر نسحب 500 دولار، كنا نكتب شيك تعمل شيك بألف واثنين وثلاثة. نحن بنحتاج دولارات كاقتصاد لدفع علينا فواتير برا، بالداخل الدولار والليرة نفس الشيء. إذا أنت رحت على البنك واليوم توحد سعر الصرف بطل في دولار، إذا بدك ألف دولار وأعطاك يوم بالليرة على سعر الصرف شو المشكلة؟ أوكي. ما أنت عم تروح على السوبر ماركت بقول لك تدفع بالليرة أو بالدولار مثل ما بدك، تعطيه دولار برجع لك بالليرة وبتقبل. فالدولار للمعاملات الداخلية، الدولار والليرة بصيروا مثل بعض. يعني هو في أمل نوصل لهذه اللحظة؟ في أمل. عم بقول لك الحل اللي عم بعطيك إياه
بتعمل إعادة جدولة، هذا أهم شيء، بتحرر سعر الصرف. السيولة بتيجي للمصارف اللي مش موجودة هلا، لازم نقول لو هو موجود المسيح عم يسمع، إنه المصارف عندهم بمصرف لبنان 9 مليار دولار. هو الدول العالم عادة ما بتاخد احتياط إلزامي 14% على الودائع بالدولار. مصرف لبنان لازم ياخد احتياط إلزامي على الودائع بالليرة مش على الودائع بالدولار. لما بتحرر سعر الصرف، مصرف لبنان ما عنده لزوم يدخل على السوق ليشتري ويبيع دولار، لأنه صارت الليرة مثل الدولار. فهو بيرجع هالمانع أو تسعة منهم، فيك تخلي له مليار، ما هو عنده بعد مصادر أخرى، بترجع هذه الأموال للمصارف، والمصارف إذا بصير فيها تسعة وإذا فيها ثلاثة مثل ما تكلم إنه بيعتقد فيها أكثر، بصير فيها أكثر أموال. المصارف بالخارج هي أموال محلية موجودة بميزانية المصارف. المصارف لما تطلع لبرا تنتقل من اسم البنك لاسم فرد أو لاسم شخص أجنبي. 9 مليار لمصرف لبنان مش موجودين بمصرف لبنان، إذا رحنا على الديبو عنده على الخزنة من لقيهم موجودين ودائع في الخارج. فأنت بدك هودي بشكله لل 93 مليار، نحن ما بنحتاج سيولة أكثر من 9 مليار. لما ترجع السيولة والثقة، الناس بدك ترجع لجو إنه الناس ما بدها تسحب مصرياتها. لما نفكر بدنا نسحب 93، لو تعافت الاقتصاد ما رح نقدر نرجع. ما رح نرجع. معك الحال، يا ريت الموضوع بعد بيحمل كتير شرح دكتور منير راشد. بس دائما بشرحه عدة مرات، ما نفكر إنه بدنا نرجع بدنا المصاري. في عامل مهم كتير اسمه الثقة. أنا شو بدي فيهم بمصرياتي كلهم؟ أنا بدي مشي أموري اليومية، وبدي إذا عندي قصد جامعة لأولادي أو طبابة يكون قادر أحصل عليها. في طريقة غير الكابيتال كنترول للحصول عليهم؟ الكابيتال كنترول، بدل الكابيتال كنترول تعمل جدول للودائع. أنت عندك حساب جاري فيك تسحب منه، حساب ادخاري فيك تكتب عليه شك، أنت فيك تروح تتحكم وتعطي شك للمستشفى. ما المصاري بدون ما يكون معي كاش بإيدي. أنت قبل كنت تدفع كاش دائما للمصاري. لا بس كيف في ساعة أنه هودي مضمونين ساعة البادي بيخدر. هو لما بترجع الساعة بصير على أمل أن نستعداج الثقة بورشة. كل مصروفك بصير بطل نقدي، بصير يعمل كريدت كارد. قد يكون المطلوب أن يكون اقتصادنا نقدي، لأنه في ناس ما بتحب المصارف. اقتصاد النقدي بالسياسة ما بتمشي. مصرياتك ترجع، بصير النقد يعني التعامل هو فيرتشوال، هو غير حقيقي، غير مش حقيقي. بالعملة صحيح. نحن خطأ انه نفكر بدي ادفع بالدولار، بدك تروح تشتري سيارة بتاخد معك برك المطلوب ألف. برك المطلوب يصير اقتصادنا نقدي تنمر ما يعني ما الدول الدول كلها بتستهدف انه اقتصادها ما يكون نقدي، بتبعد عن النقد لانه ونحن عم نغطس فيه كل يوم اكثر. إدارة النقد الورق صعبة، لأنه أول شيء في تهريب ضريبة، بيصير في خسارات المحلات. أنت إذا عندك محل أفضل لك ندفع بشك أو بكريدت كارد، لأنه بتعرف أنه هذا موجود. أوكي. شكرا دكتور راشد. شكرا لأستاذ حنا بيطالي. ما قدرنا نكون بشكل طبيعي بسوق بسبب سوء اتصالات الإنترنت. وإلى متابعي منشأة المساء، لكم مني أنا جورج شاهين أطيب التمنيات، وإلى اللقاء في منشأة جديدة.